واحد يقول لي في المقال اللي انا كتبته عن الكفارة والفداء والحاجات دي ان المسيح لم يكن خاطئا وانما كان حامل خطيه. بيقول ايه الفرق بين خاطئ وحامل خطيه؟ الشخص الخاطئ يعني ارتكب خطيه فيبقى خاطئ، لكن حامل الخطيه بيحمل خطيه غيره وهو ليس خاطئا. ولذلك الذبيحه التي كانت تقدم في العهد القديم عن الخطايا كان الخاطئ يحط ايديه على رأس الذبيحة ويذكر خطاياه لكي تحملها نيابة عنه. فكانت الذبيحة بتحمل خطية وهي ليست خاطئة، ده حيوان بريء. فحامل خطية يعني حامل خطية غيره وهو نفسه بار بالعقل.